أمسية طيبة لكل متتبع يشوف التيفي. هاد المساء فهاد الجولة المسائية ماشي جولة عادية، يعني غادي نهضروا غير على شي موضوع عادي كيما مولفين ولا غادي نوريكم مدينة، ولكن لا غادي نهضروا على واحد الواقعة اللي وقعت دابا شوية. لسوء الحظ انني وصلت شوية مع الطلا وكانوا خداو السيد واحد الراجل في واحد الحي كتما هنايا سوق الحد، لقاو عنده بعض المواد اللي مشكوك في انها ممكن تكون متفجرة، يعني ما متاكدينش حنايا من الخبر دابا واش هي فعلا متفجره ولا، ولكن خداو عنده بعض المواد اللي هي مشكوك فيها. من بعد غادي نقدروا نرجعوا للتفاصيل من بعد ما نتاكدوا مزيان من يعني من المعلومات. والجيران كيقولوا انه السيد ظريف ومعروف عليه شد تقارو، ما توقعوش هذا الشيء. كيقولوا انه حتى الشراج ديال دارو ما عمرهم ما تحلو، كيقولوا بلي السيد شاد تيقارو بزاف والعلم لله. حمزة اوس كيقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اذا كما قلت لكم السيد خداو في حي سوق الحد، ولكن ما مازال ما متاكدينش واش يعني واش شي مواد يعني متفجره ولا مواد خايبه، حنا ما متاكدينش. قالوا انهم خداو عنده شي مواد مشكوك فيها ولكن ما عرفناش شنو كاين. قلت لكم غادي نتاكد من النوع ديال المواد، يعني تما البوليس ما قالوش ديالاش وما خلاوش فرصه لبنادم انه يشوف شنو كاين. قالوا خداو السيد خداو المواد اللي شاكين فيها، ولكن حد الان ما عندنا حتى شي خبر وما عارفينش بالضبط شنو هما هاد المواد ولاش كيصلحوا. ولكن من بعد كما قلت لكم غادي نرجعوا لهذا الشيء وغادي نعرفوا شنو كاين. عبدو حمامو كيقول انا مدينه ميدلت، سوق الحد في مدينه ميدلت. سناء كتقول شنو واقع. قلت لك اللي واقع هو خدا واحد السيد لقاو عنده بعض المواد اللي مشكوك فيها، ما عرفناش شنو هي حد الان، يعني غدا عاد غادي يكونوا اتصالات مع الشرطه ومع الناس اللي خداو داك المواد وداكشي، وغادي نقدروا نعرفوا شنو كاين. ومن بعد غادي نرجعوا لهذا الخبر وغادي نقول لكم شنو كاين. مزيان كيقول لي ديري مقدمه واضحه، شكرا. مرحبا، مره اخرى ندير مقدمه واضحه. علي بعدي كيقول لي سلام اختي مرحبا بك في ميدلت. انا بنت ميدلت اخويا. انت مرحبا بك في بلادك. حميد والي كيقول اللهم احمي بلادنا من كل شر. اللهم امين. كنتمنوا هذا الشيء ما يكونش شي حاجه خايبه، كنتمنوا ان شاء الله باش داك المواد ما يكونوش شي حاجه خايبه وما يكونش شي خطر كان ممكن انه يلحق بلادنا، كنتمنوا. كتقول فين جات هاد ميدلت؟ ميدلت جايه ما بين تيمحطيط والريش، الا عرفتيهم حتى هما. المهم ما بين مكناس والرشيديه باش نزيدو نوضحو. حميد الوالي كيقول لي يقدر يكون غير دقيق. ما عرفت اخويا. الكوليشي هشام هاد لي في سوق الحد، واحد البلاصه في سوق الحد. انا شرحت لك شنو كاين، قلت لك خداو واحد السيد من دارو في سوق الحد لقاو عنده بعض المواد اللي مشكوك فيها، حنا ما عرفناش شنو هي، مازال ما خديناش التفسير، ما عرفناش المواد بالضبط شنو هي باش نقدروا نقولوا لكم. ولكن فاش غادي نعرف غادي نرجعوا لهذا الشيء. مبارك بودات، لا ماشي انا اللي صايقه. ما بقاتش على مكناس، رجعت على درعات فيلات.
سيامو شنو علاقة البوليزاريو؟ شكرا. ما قلنا خويا حتى شي بوليزاريو، سمعتيني انا قلت شي بوليزاريو؟ لا ما قلناش، حنا قلنا الكوسيد لقاو عنده شي مواد اللي مشكوك فيها، من بعد غادي يوليو يقلبوا غادي يعرفوا شنو هما والسلام. ما قلتش انا بوليزاريو. شريف الرحالي بن فايزه كيقول واش مواد متفجره؟ انا قلت لك ما متاكداش، ما غاديش نقدر نقول شي حاجه اللي ما عرفتهاش، ما متاكداش منها، ما غاديش نقولها، وما خديناش معلومات كافيه اللي نقدر نقول لكم، ولكن غادي نرجعوا لهذا الشيء ومن بعد غادي نقول لكم شنو كاين. ديوا مصطفى كيقول غادي يكون غير الخير، كنتمنوا. المهم في هذه البلاصه، هذه البلاصه واش دايزه انايا سوق الحد، في هذا الجوي هنايا فاش لقاو المنزل ديال السيد، بلا ما نوضحوا بلا ما ندخلوا كاع البلاصه، انتم المهم في سوق الحد. اطلسنا جي فين غاديين دابا؟ ما غاديين فين، انا غنسرياكم معايا. ام الاء ولا علاء يقدر يكون كينقب على الاحجار وديك المواد كيستعملهم، ممكن ما صراحه ما عرفناش، ولكن داكشي علاش ما بغيتش نقول شي حاجه اللي ما متاكداش منها، ما بغيتش نقول شي حاجه اللي ما عرفهاش باش ما نظلمو حتى شي حد. قلت لك المواد ما عرفناش ديالاش، خداوهم البوليس وخداو السيد، ولكن ما عرفناش ديالاش. انا ما قدرتش ديك الساعه نغطي لكم الحدث فاش كانوا غياخذوه، داكشي علاش درت اللايف دابا باش نشرح. يوسف جاروي كيقول صيفطوا لي مرتكم عندي مشكل، تقدر خويا تواصل مع الصفحه وهما غادي يشوفوا المشكل ديالك وغادي يصيفطوا لكم المراسل اللي كاين في مدينتك. اسعد يا ريس اختي ميدلت مدينه هادئه، فعلا مدينه هادئه، وقلتها في اللايف ديالي كاملين اللي قبل، قلت لكم مدينه معروفه بالامان ديالها ومعروفه باللي فيها ناس دراوش وقليل بزاف، تقريبا ما كنسمعوش هادشي، هادشي كيجينا غريب في مدينتنا الصراحه تقال، حيت ما مولفينوش. ام صعب كتقول انا بلاصه في سوق الحد، ما بغيتش نحدد البلاصه بالضبط، ما بغيتش صراحه نصور الدار ديال السيد احتراما للحرمه ديالو داكشي، حتى من بعد نتاكدوا المواد ديالاش ديك الساعه، حتى الا صورت جات معايا. دابا لا ما متاكدينش بلي ماشي شي حاجه خايبه، دونك ما نصوروش دار السيد. مبارك بودات كيقول لي اجي تعشى وكملي الخدمه، الله يعطيك الخير، شكرا قلتيها بحال درتيها. علي بعدي الى بنت ميدلت واخا عافاك، كنهضروا على الموضوع ديال السيد ما كنهضروش عليا انا. ابو رضا كيقول نسال الله الله اللطف، ان شاء الله يا ربي ما غادي يكون غير الخير، وكنتمنوا هذا الشيء ما يكونش شي حاجه خايبه. لا ماشي طريق الريش، حنا كنتمشاو غير شويه وسط المدينه، حيت ديما مولفه كندير لي لايف غير من الشارع الرئيسي، وتا الا درت لايف من قنت واحد اخر من غير الشارع الرئيسي، اما سوق الجمعه اللي معروفه ولا قبيله الطريق ديال الشهداء، هذوك معروفين، داكشي علاش دابا بغيت نبدل شويه البلاصه، انتما كنساليكم غير في الاحياء اللي لداخل ديال ميدلت. قبل هادي تاتي خلاتينا، لا ما خلعتكش اخويا، انا قلت لك ما متاكداش بلي شي حاجه خايبه، داكشي علاش ما قلتهاش، انا كون لحقت في ديك الوقيته ودرت اللايف فاش كان السيد خارج ولا، وعرفت بلي هذوك الحوايج اللي خداو عنده بلي يعني شي حوايج خايبه ولا، غادي ندير اللايف من قدام بابوه وهما مخرجينه ونهضر ونقول لك هذوك الحوايج راه ما مزيانينش وكذا، وراه خداو السيد وشدوه وكذا، فهمتي؟ ولكن حنا ما عارفينش شنو خداو عند السيد، ما غنصوروش من دارو وما غناخذوش ذنوبه. شكرا لك، شكرا. عبدو كيقول داكشي اللي كاين اختي راه كينقب على الاحجار، كنتمناو اخويا ان شاء الله ما يكون حتى شي، بس ما بغيناش نسمعوا هادشي على بلادنا، والله شتي ما كنبغيش نشوف شي حاجه خايبه على ميدلت، انا بنت ميدلت وفريمون كنقلب على الحوايج اللي خايبه اللي خصها تبدل باش ما نكذبوش،
شحال من حاجه كنبغيها تبدل داكشي علاش كنوريها، ولكن راه بصح ما كنبغيش نشوف شي حاجه خايبه على بلادي صراحه. تكل يعني كتقولي واش هو ولد ميدلز؟ ما عندناش صراحه اخبار مؤكده، حتى هو ساكن في ميدلز يعني بلاصه فاش شدوه في ميدلز، فاش خداو داك الحويجات اللي لقاو عنده فاش خداو هو هنايا في ميدلز في سوق الحد. ولكن هو واش ولد ميدلز ولا لا، غادي نرجعوا لهذا الشيء من بعد ان شاء الله، من بعد ما نحصلوا على معلومات. مليكة كتقول لكم احييكم من اسبانيا، حتى حنا كنحييوك، شكرا. اييه هذيك طريق زكار، دابا رانا في طريق الخرجه، طريق النوفو. اب ابراهيم كيقول كذوب. لا خويا ماشي كذوب، انا نصور لك شي حاجه كذوب ما يمكنش، زعما غادي نطلع مشاهد على دار كذبه؟ راه غادي تلقى صحاب ميدلز كاملين عارفين هاد البلان. الحاجه كتجي في الليل شويه كتكون مستوريه، ولكن راه كلشي تقريبا عارف دابا شنو واقع. عبد العزيز الناصر واش كاين شي برد؟ شويه ماشي بزاف. زكريا كيقول اش من بلاصه؟ في سوق الحد اخويا في ميدلز. فاتنة الجمال كتقول لي سيري تلاحي، هضرتك وعنوانك بحالك بزاف عليك الصحافه والاعلام. كنخدم شي حاجه اللي قريتها اللي طابت وانا كنقرا فيها، ما كنطماش شي حاجه اللي ما كنفهمش فيها، وانا كندير خدمتي وانت من حقك تنتقدي. برك بدا تسلمي السائق، توا كيسلم عليك. محمد خويا كيقول لي عافاك اختي ضربي شي دوره في سوق في ايتر ربع. مرحبا خويا، مره اخرى ان شاء الله نضرب الخويا دوره في ايتر ربع. محمد الودراسي يسلم عليك، تحياتي ليك اخويا تنتايا. حسن من تيزنيت شكرا، الله يبارك فيك شكرا. المهم غادي نرجعوا للموضوع ديالنا، لي كومونتير شويه كثروا، غنرجعوا للموضوع ديالنا. قلنا هنايا في ميدلت في هذا الليل لقى واحد السيد، لقى عنده شي مواد اللي مشكوك فيها، ما عرفناش شنو هي حتى الان. فاش غادي نعرفوا؟ غادي نوفيكم بالمستجدات، ولكن حتى الان ما عرفناش شنو هي، دونك ما غاديش نقولوا شي حاجه اللي ما عارفينش فيها. قلنا خداو السيد وخداو داك المواد، من بعد ما غادي يحلوها هما وغادي يعرفوا شنو كاين، غادي نعرفوا الجديد في الاخبار وغادي نوافيكم بها ان شاء الله. بهجة شكرا شكرا، الله يحفظك. يوسف كرمود وعليكم السلام ورحمه الله. ميلود ما فهمت والو، انا غادي نعاود نشرح. في هذا الليل في واحد الحي هنايا في ميدل سميتو سوق الحد، لقى واحد السيد عنده شي مواد مشكوك فيها، ما عرف حد الان ما عرفناش حنا شنو هي. خداوها البوليس وخداو السيد، غادي يشوفوا داك المواد ديالها. فاش غادي نعرفوا حنايا الجديد غادي نوافيكم به ان شاء الله.
نتمنى نكون وصلت لكم الخبر مزيان. وغادي نزيد نعاود نفكر الناس اللي يلا التحقوا باللايف، غادي نزيد نهضر على الموضوع. قلت لكم اللي في واحد الحي في ميدلت في هذا الليل لقاو واحد السيد عنده شي مواد مشكوك فيها، ما عرفناش ديالاش مشكوك فيها، ولكن من بعد فاش غادي نعرفوا ديالاش ان شاء الله غادي نوافيكم بالجديد. مزيان كيقول لي من فضلك حد في شي معلقين قلال الحياه. لا خويا لا، كل واحد عنده الحريه في التعبير وكل واحد يقول اللي بغا. انا كما هما كيقولوا اللي بغاو انا كنقرا اللي بغيت. حسن صحيح انا ما سمعت والو. ها انت خويا انا غنعاود لكم. هنا في ميدلت في حي سميتو سوق الحد لقى واحد السيد عنده شي مواد مشكوك فيها، ما عرفناش ديالاش. خداو داك المواد، من بعد التحليل ديالهم بعد ما غادي يعرفوا شنو هي وشنو كاين غادي نعرفوا شنو كاين وغادي نوفيكم بالجديد ان شاء الله. رشيد رشيد كيبان ليا حتى تما طحت شويه قبيله. طحت عبد الرحيم اختي ناديه. لا ماشي ناديه، ما بقاتش ناديه هنايا. صفاء سوريا هي ناديه. لا الله يحفظها مسكينه، الله يحفظها ما فيهاش كورونا الحمد لله. هي راه كتراسل في مدينه وحده اخرى. كيقول تحيه للدرك الملكي اللي تدخل في المشكل في سوق الحد، كنتمنوا يكون الخير. تحيه للشرطه والدرك وللناس اللي مسؤولين على داك المواد اللي كيجيو ياخذوها، اللي في الاول ما كيعرفوش شنو هي وكيحاولوا هما يعرفوا شنو كاين وداك الشيء. تحيه ليهم. البشير قاسمي واش هذا المطر؟ طحت شويه ميدلت تفكيك خلية إرهابية. لا خويا لا، ما قلناش تفكيك خلية إرهابية وما قلناش حجز ديال المتفجرات. لا انا علاش ما بغيتش ندير هكاك في العنوان وعلاش ما بغيتش نقول داكشي من فمي؟ حيت ما عارفينش ما غنظلموش. فاش غادي نعرفو شنو كاين بالضبط ديك الساعه غادي نوصل لكم انا الفكره وغادي نقول لكم شنو واقع. شوشو شاميطه هضري معاهم اختي في الباج غادي يعطيوك الرقم ديال المراسل ديال وزان ولا يجي عندك ان شاء الله. قال لك الصحفيين الاخرين قالوا ارهابي. الاخرين ماشي انا ما قلتش وما غنقولش حيت ما عارفين شنو كاين. فاش غادي نعرفو غادي نقولو. قلت نايضه بميدلت في الاعلان حيتاش بصح كانوا البوليس بزاف وراك عارف البوليس داك الناس اللي كياخذوا داك المواد وداك الشيء فريمون كانت مرونه بزاف حيت مواد مشكوك فيها. طبيعي غادي يكون استنفار امني، طبيعي غادي يجيو كاملين خصهم يعرفوا شنو كاين فهمتي باش يحافظوا على الامن ديال المدينه. راه طبيعي يكون استنفار امني. بشير قاسمي واش هادي شتا؟ اخويا شويه طحت قبيله المهم جات شويه وصافي وحبسات ماشي بزاف. دابا بعدا ما كطيحش. خالد العالمي شكرا اخويا الله ينورك نتايا. ادريسي احمد مع مكناس نتمنوا تكون شي حاجه خضره في بلادنا. كنتمنوا اخويا كاملنا كنتمنوا باش بلادنا تبقى سالمه وما لقاو حتى شي مشكل فيها ان شاء الله.
لا ما خلاتكم ما والو، انا قلت لكم كنلقاو واحد المواد كنجاوب السي رضا صاحبي، لقاو شي مواد ما عرفناش ديالاش، ولكن ما نظلموش ما نقولوش شي مواد خايبه ولا تنعرفوا شنو كاين وديك الساعه نهضروا عليه ما فيها باس. كتباني بحال كتبكي، انا هكذا كنهضر. لا ما كنبكيش غير هكذا كنهضر. اذا شكرا لكم على الاتباع ديالكم اللايف، شكرا على بقائكم معايا، كنتمنوا ان شاء الله نسمعوا غير اخبار الخير على بلادنا، وكنتمنوا تبقى في امن وامان وتبقى ديما سلمى وما عمرنا ما نشوفوا عليها شي حاجه خايبه. وشكرا بزاف والله يعاونكم.